بفضل توجيهات ملكية سامية وبعد انتهاء الحريق بادر السيد رئيس حكومة مشكورا بهذا اللقاء هذا، فالشكر الجزير لكل من ساهم في إخماد هذا الحريق المهول وهذا الأضرار اللي لحقت الساكنة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة، وخصو بدك إقليمين، إقليم العرائش وإقليم تطوان. فاحنا اليوم وقعنا احتفاقية إطار مع الحكومة مشكورة واللي كانت كتتبع يعني هذا الحريق يوميا كذلك، فمجلس الجهة كذلك فهو اليوم كيساهم بواحد المبلغ مهم فوق 8 مليون درهم ليعوكب عملية إصلاح هاد المنازل اللي كانت ضغط، هما 150 منزل اللي هما في المنزل ديال في إقليم العرائش و 26 منزل في إقليم تطوان. فهذا هو مرة أخرى باسم ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة كنشكر التفاعل ديال الحكومة، واليوم هو هذا التنسق العمل الجد اللي بغيناه يكون يعني مثمر في كل محطات، نطلب الله في محطات اللي يكون فيها خير كذلك. شكرا.